لكن قبل الفاصل خلونا نشوف تقرير عن الأستاذ الكبير صلاح حافظ الملقب بأسطى الصحافة العربية والمصرية وسلطانها، وهو من أهم كتاب وصحفيين مدرسة روزا اليوسف، واللي كانت مقالاته لها دور كبير في نجاح ثورة يوليو 1952 واكتساب شعبية كبيرة في بداية انطلاقها. خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع نستقبل ضيفنا بعد الفاصل. ولد صلاح حافظ بالفيوم في 27 من أكتوبر عام 1925. ترك دراسة الطب من أجل التفرغ للصحافة، حيث برز اسمه ومضت به الأيام بين الارتفاع والانحدار، وتولى رئاسة تحرير مجلة آخر ساعة عام 1964، وشارك مع الروائي فتحي غانم في رئاسة تحرير مجلة روزا اليوسف عام 1973. عين محررا في روزا اليوسف في الأول من يناير عام 1951 بمرتب بلغ 15 جنيها، إذ بدأ صلاح حافظ كتاباته في روزا اليوسف في باب انتصار الحياة، ثم كتب باب قف. عين صلاح الدين حافظ رئيسا لتحرير روزا اليوسف مشاركة مع فتحي غانم في 27 من مايو عام 1974، وفي عهده وصل توزيع المجلة إلى 150 ألف نسخة توزع بدون مرتجع، وتولى رئاسة تحرير مجلة آخر ساعة عام 1964 ورئاسة تحرير مجلة صباح الخير خلال سفر لويس جريس خلال شهر مايو عام 1985، كما تولى رئاسة تحرير روزا اليوسف خلال سفر عبد العزيز خميس بداية من يوم الاثنين السادس من سبتمبر عام 1982، وانتهت خدمته في روزا اليوسف في 27 من أكتوبر عام 85. يعتبر صلاح حافظ أحد القلائل الذين كتب لهم الخلود داخل بلاط صاحبة الجلالة، ولم لا، وهو الذي تحقق لشخصه ما يشبه الإجماع حين قالوا عنه إنه سلطان الصحافة المصرية والعربية الأعظم. لكن خلافا لرؤية والده، صاغ حلمه بأن يكون كاتب الغد وأديب المستقبل، لكنه في النهاية استسلم لرغبات أبيه والتحق بكلية الطب. بمجرد نزوله القاهرة لم يهدر كثيرا من وقته، وسرعان ما بدأ في مخاطبة الصحف، وجذبت كتاباته أنظار أهل مجلة روزا اليوسف إذ فتنوا بسبب روعتها، فتم تعيينه محررا بالجريدة، ومن هنا جمع بين الحسنيين دراسة الطب وممارسة العمل الصحفي، واستطاع أن يجني من الأموال ما يعينه على الحياة في القاهرة. وجمعت الصداقة بين الراحل وعدد كبير من الفنانين، لكن يبقى الفنان عادل إمام هو الأقرب إلى قلبه، وبالرغم من كونهما لم يلتقيا أبدا إلا أنهما كان دائما ما يتبادلان التحيات عبر عدد من الأصدقاء المشتركين. فصلاح حافظ كان مؤمنا بفن الزعيم ومعجبا بأدائه التمثيلي، وعندما حدثت أزمة فيلم الأفوكادو الشهيرة كان صلاح حافظ من أشد الداعمين له. أما عن أصدقائه وتلاميذه خلال رحلته مع صاحبة جلالة فقد تتلمذ على يده كثيرون، لكن يظل الكاتب الصحفي عادل حمودة هو أقرب تلاميذه إليها وأشدهم محبة وألفة، فقد استطاع حمودة أن يحول علاقة الأستاذية بينهما إلى درجة من الصداقة المتينة والقوية، وقد دعمه صلاح حافظ بشدة ليتولى رئاسة تحرير روزا اليوسف. كانت أشد اللحظات صعوبة في حياة صلاح الدين حافظ خلال إصابته بالسرطان، فبعد أن تضاءلت فرص علاجه في مصر ذهب إلى إحدى المؤسسات الصحية في السويد، وكانت تجرب علاجا جديدا لهذا، وعندما حانت لحظة وفاته رحل وهو راض عن نفسه، فقد شعر بأنه أدى كل ما عليه تجاه أهله ووطنه. وتوفي محمد صلاح الدين حافظ في الرابع من مارس عام 1992.